خلي بالكم مادام قلتوا تحيا مصر، تحيا مصر، قلت الكلام ده مرتين ثلاثة أربعة أكتر كمان، تحيا مصر بينا كلنا، إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض وما نستكترش أبدا إن احنا نقدر نعمل نجاح ونجاح ونجاح، وحنتغلب على مشاكلنا وحنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبإخلاصكم هنعمل كل حاجة طيبة للشعب ده. الشعب ده شعب المصري أنا بتكلم، وأنا والله ما بقول كلام لا سياسي ولا معنوي، وأنا بقى